بداية أنا أرحب بأخي وصديقي العزيز فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في بلده الثاني دولة الإمارات العربية المتحدة. بهذه المناسبة أنقل إلى فخامته تحيات سيدي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان حفظه الله. شيخ محمد بن زايد، إن أنا أتوجه لكم بالتهنئة على إعادة انتخاب أخي الشيخ خليفة بن زايد، ولشعب الإمارات كل التحية والتقدير والاحترام. وأنا عايز أقول الأخ والصديق العزيز والحبيب الشيخ محمد بن زايد.